بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآن في لوب خاص بالتعامل مع الأريز، أو صيغة معينة من اللوب خاصة بالأريز. إحنا أخذنا اللوب اللي هو الفور والوايل والدوال. عموما إحنا لما نجي نتعامل مع قيم مصفوفة لازم نتعامل معها باللوب. يعني لو بطبع بقول مثلا فور إنت آي يساوي صفر، واحنا عرفنا ليش من صفر، لان العناصر يبدأ من صفر، العناصر المصفوفة اصغر من طول اللوب، اقل من طول المصفوفة i plus plus، وحتقول لي system.out.println وحنكتب values i. جميل، شغل اللوب. ايش سوى؟ طبع لنا اياها، معناته مر على العنصر الاول ومر على العنصر الثاني ومر على العنصر الثالث. جميل، جاء فتوفر لك صيغة من اللوب فور خاص بالأري. فور، لاحظ نفس الطريقة بس اللي يختلف هنا، هذه خاصة بالأري. تعرف متغير مثلا، تقول val نقطتين وتحط اسم المصفوفة هنا، اسمها فقط بدون الأقواس values. هذا ايش معناه؟ هذا معناه انه هو خلاص يسوي لك لوب لين تنتهي المصفوفة، هو حيعرف طولها. طب ايش فكرته هذا؟ لاحظ الان، انت هو يقول له لف على كل مره تاخذ لفه اسحب عنصر من المصفوفه فاليوز، يعني خذ واحد وخزنه هنا. في اللفه الثانيه حياخذ اربعه ويخزنه هنا في المتغير اللي عرفته. لاحظ انه انتجر، لانه المصفوفه انتجر نوعها. فلما نقول system.out حنعرفها الحين، println حنقول val. لاحظ ان انا ما استخدمنا اقواس ولا مربعات ولا شيء، شغل أعطانا نفس الناتج حق اللي قبل. هذه تسمى الفور، يسمونها for each. for each، بس طبعا في بعض اللغات تكتب كلمة واحدة for each، بس ما عندنا في الجافا هذا الكلام. عموما for each إيش فكرتها؟ إنك تعرف متغير وخلاص، والfor each هي تعرف إنه اللي هنا مصفوفة، فهي هتعرف طولها. يعني أنت ما تحتاج تقول له الطول كم زي ما استخدمنا مع الفور الأولى. ففor each لاحظ تعرف متغير هنا، هذا المتغير في كل لفة هيخزن القيمة الحالية للمصفوفة values. يعني في اللفة الأولى حتكون قيمة أول عنصر واحد، معناته values حتخزن واحد هنا وحتخش اللوب تتعامل معه، عشان كده طبع لنا واحد. لما تغلق الفور ويروح مرة ثانية يرجع هنا، يقوم يكون العنصر الثاني أربعة، تقوم values تخزن أربعة في val، أو طبعا الجافة عموما. في اللفة الثانية تقول له خزن لي العنصر الثالث اللي هو تسعة هنا، وكذا إلى أن تنتهي المصفوفة. ولاحظ أنك أنت ما تدخلت في إنهاء المصفوفة، هو يعرف طولها. هذه for each، أو طريقة استخدام اللوب for each الخاص بالتعامل مع المصفوفات. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.